السلام عليكم. بعد إغلاق دام لعدة أشهر، الحكومة المغربية وأخيرا تقرر فتح المجال الجوي. خرجنا إلى الشارع لمعرفة آراء المواطنين والتجار والحرفيين والصناع التقليديين، وهذه كانت ردة فعلهم حول هذا الموضوع. ابقوا معنا. الحكومة قررت تفتح الحدود الجوية، هادشي واش غيأثر عليكم ولا في مصلحتكم؟ السلام عليكم عودة. أولا لا، خصنا الحكومة بالعكس تزيد تخبرنا يعني شي خبر زيد مفرح أكثر من هذا، يعني اللي يفتحوا لنا الميناء. يعني هذا خبر مفرح للمغاربة، ولكن حنا كنتمنوا يعني يزيدوا خبر ثاني هو يفتحوا لنا الميناء، هذيك أهم يعني من هذا يعني الطياير. فهمت؟ يعني انتم محتاجين حتى الميناء ماشي غير الجو. طبيعة الحال حنا عندنا الميناء، حنا عندنا استفادة من الميناء أكثر من الطياير، ولكن الحمد لله بعدا هذا الخبر هذا فرحنا بزاف. فهمتي؟ ما بعد هذه الأزمة هذه اللي دوزنا فيها، راه أزمة يعني جد يعني مقلقة بزاف. فهمتي؟ راه زعما الله اللي شاهد علينا. فهمتي؟ تأثرنا بزاف وفيها خسائر بزاف، يعني بالنسبة ماديا ومعنويا. يعني دابا الحكومة حاليا وأخيرا مدت يد العون وفتحت الجو. هذا كانت حيتاش راه المغاربة ما يقدروش يصبروا بزاف هادشي، ماشي يعني هما تعاونوا معانا. فهمتي؟ ماشي هما تعاونوا معانا، يعني هادشي هذا بزز منهم وما يفتحوا، حيتاش هما كيشوفوا حتى الاقتصاد ديال الدولة ديال المغرب يعني عادي ينهار. فهمتي؟ وتا حنا نهارنا أبا الاقتصاد يعني ديال الدولة يعني نهارنا نفسيا ومعنويا، يعني ما بقيناش كنحملوا تنجيو لهاد الجهة هنايا. بالنسبة للحملات مؤخرا اللي كانت هنا في المدينة العتيقة، واش استفدتوا منها شي حاجة مثلا 15 16؟ ما استفدنا منها والو اخي، كذب عليك كذب. إذا قال لك شي واحد استفدنا منها شي حاجة ولا شي واحد شرى معاك شي واحد، جاو شربوا كيسان داتاي، جاو كلاو كارينتي، صافي الصحافة هما اللي كاينين، صافي وتبارك الله عليك ماشي عليك سينا، ثم مرحبا بكم. الله ينورك. المهم دابا آخر رسالة اللي تقدر توجه للحكومة هي أننا محتاجين. كنتمناو يفتحوا لنا الميناء. هذا الخبر غادي يكون ماشي غير جد مفرح، هذا غادي يكون يعني اسعد نهار هو هذاك اللي غادي يفتحوا لنا الميناء. فهمتي؟ دابا التاجر او الصانع التقليدي اذا تحل الميناء والجو راه يكون مزيان. طبيعه الحال هو شوف هو الجو يعني نقول لك بالنسبه للازمه اللي دوزنا يعني سعيد جد يعني الخبر مزيان، ولكن يعني ما حدو اذا زادوا مشاو تفتحوا الميناء غادي يكون الخبر جد 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 مفرح كثار. فهمتي؟ وكنتمناو الخير ان شاء الله هادشي اللي الانسان اللي عادي يقول. شكرا. مرحبا. السلام عليكم يا الاولى، اخي بخير مزيان؟ وهادشي هذا فهمتي كيفاش؟ ان شاء الله قالوا يفتحوا، قالوا 7 في الشهر يفتحوا ان شاء الله، والتوقعات ديالنا ما يكون غير خير ان شاء الله، حنا كنبشروا بالخير وصافي، وعلى الله يفتحوا لنا ويطلقوا لنا هذا الشيء هذا. ولكن دابا مثلا يفتحوا 7 في الشهر واصبر واحد الشهر اخر عاد تقدر تحرك الدعوه ولا شي حاجه، ما مشي يفتحوا بنادم راي ايش بنادم باقي موسوس عندك ياود ما ياود شي عندك يا حصل هنايا ما تثقش بهادو. فهمتي؟ الله يطلقوك يشدوا دائما القرارات معروفين، هاد افتح شوت افتح شوت. فهمتي كيفاش؟ معروف قرارات ديالهم هذا، قال لك يطلقوا واحد السيمانه هيدو واحد السيمانه كيخرج واحد القرار جديد، ما نعرف مين كيطلع ديك القرار هذا، وخصنا نعرفوا مين كيطلع هذا القرار. كيكون ياخر متكي هيدا كتبان له يخرج شي حاجه، كتبان له يخرج شي حاجه كيقولها عاود، ياخر عاود كيتوسوس من صاحبو عاود كيقول شي كلمات اخرين عاود. وهادشي ماشي وجارب العمل، وهادشي معروف عندنا حنايا في هذا المغرب هذا، معروف هاد القرار ديما كيخرجوا. وعلى الله يفتحوا لنا دبا الصحه، واذا كانوا يفتحوا الصاب يفتحوا ومراخصين يفتحوا لنا بحوره هي الثانيه عاود، بحوره عاود وما كلشي عاود، طرامبيات ضد البحر هذوك، التواكسيه غاليين. فهمتي؟ حقصهم يفتحوا لنا الطرامبيات ضد البحر عاود، هما اللي كيخدموا معاهم هنايا بزاف، التوريس عاود، باكيتات عاود يجيو لنا هنايا. وعلى الله اخي باكيت عاود كيوز بشر بزاف عاود، 1000 2000 واحد عاود كيترشوا هنايا عاود، ارامات جماع معاهم عاود كاغيط عاود. او دري هاد المدينه انا بنادم صابر عاود كيتسنى فوق الزوهر هايدا باش بنادم يطبر على راسو عاود، وان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله. فارس سياتي. بالنسبه للسياحه الداخليه كانت كاين مؤخرا مبادرات اللي جاو عندكم الناس زاروكم وكذا، واش استفدتوا من هادشي؟ والسياحه الداخليه ما استفدنا والو اخي. اي والله مرحبا بهم عندنا الاولى، والف مرحبا اخي
نضيفوهم ياكلوا ويشربوا ويدوا ما يعاودوا، فهمتي كيفاش؟ واحسن السياحه الداخليه بدهم لو كيف حالنا بدهم راه كفاس منا ماشي. ولكن في نظرك اذا بقاو الناس ديال المغرب اللي كيهتموا بهذا الشيء ديال البيع والشراء الصناعه التقليديه التجاره يهتموا بالمدينه العتيقه، في نظرك واش غيكون شي تحسن؟ اذا اهتموا راه يكون شي تحسن واحد شويه، واخا دابا الشيء هذا ما بقاش فيه الاهتمام، هذا السياحه التقليديه شي تقليدي ولا السياحه ولا ما بقاتش جماعات يا ولا طلعه، واخا بغيو يحيوا ما تحياش، مشات مع موالينها فهمتي كيفاش؟ مشاو موالينها. الناس ديال اوروبا كيهتموا بهذا الشيء. يا الناس الاوروبيه، الناس اوروبا باقي خصهم التقاليد هادو، خصهم يهودوا يشوفوا مدينه، خصهم يهودوا يشوفوا ديك البلاد فهمتي، الصوره ديال البلاد، حيوا طنجة، باقي مولوع بهذا الشيء هذا فهمتي كيفاش؟ اخر رساله نوجهها لهم اخا يقوموا بالواجب ديالكم وصافي، كما قال سيدنا كما قال الملك محمد السادس نصره الله، قوموا بالواجب خصهم يقوموا بالواجب، ولا هادشي هذا يخرج لهم، هادشي هذا ما يخرج لهم شي النتائج ديال ما يخرج لهم شي، فهمتي كيفاش؟ ايوا اخاي لا حول ولا قوه الا بالله، ان شاء الله الله يحفظكم اخا وتبارك الله عليكم، والله ييسر لكم الامور، الله يحفظكم. نعم سيدي. الحكومة قررت تفتح المجال الجوي نهار 7 فبراير، هذا القرار واش في مصلحتكم واش غيدخل عليكم شي حاجة ولا ينفعكم؟ لا طبعا القرار هذا قرار مزيان ديال الحكومة صاحب الجلالة، قرار في الوقت ديال المناسب، راه كتعرف راه وصلت بنا الحديد، راه كنا حتى الكرامة كنجبروا شي باش نخلصوا من عباد الله، والموالين السلعة كيتسالوا لنا وكل شيء كيتسالنا، وراه مزيانة هذه المبادرة الحسنة. خصنا غير دابا حنا المواطنين توعوا شويه، بنادم يرد باله شويه، هادشي اللي كاين. واتمناو الخير للجميع. تضررتوا بزاف في هاد الفترة هادي. وماشي غير تضررنا المرض يا اخي، وتضررنا وفترنا، وكنتمناو يتحل جميع الميادين ان شاء الله، تحل حتى الحدود البرية والجوية وترجع الحالة الطبيعة ديالها ان شاء الله. ان شاء الله. امين. بالنسبه للفتره اللي تضررتوا فيها، واش الحكومه ما مدتلكمش يد للمساعده ولا شي حاجه؟ المساعده كانت في الاول ملي عاد بدات الكوفيد، في الاول كنا حصلنا على الدعم ديك 3 شهور، موراها ما كاين والو. دعم الدواه جميع المواطنين. هذاك هذا داخل فيه كل انتما كتجار لا ما استفدنا حتى شي دعم. ايوا شنو اخر رساله تقدر توجهها للحكومه؟ ايوا الرساله اللي غنوجهها للحكومه هي تشوف مع هذا الشعب هذا مسكين، راه الحاله ديالو لا يرثى لها، يجي يفتحوا لنا الحدود ويطلقوا لنا الامور تمشي بخير وعلى خير، ونتمنوا المواطنين حتى هما يتوعوا نعاودوها باش يردوا بالهم يعدوا الاحترازات اللازمه. وكنشكركم. نعم سيدي، والسلام عليكم ورحمه الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.